مسألة مهمة جدا ونختم بها المجلس إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة من الاعتراضات التي يعترض بها الكثيرون على دعاة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الكلام في الناس، كون أنت تنتقد جماعة بعينها أو طائفة بعينها أو أشخاصا صنفوا مصنفات وكتبوا كتبا ونشروها بين الناس وفيها من الضلال ما فيها. الانتقاد ده جماعة من الدين، والتحذير ده من الدين. والناس اللي عندهم ورع كاذب في أنهم لا يريدون الكلام في الناس وإنما يريدون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون الكلام في الناس وإن دعوا إلى الكفر وإن دعوا إلى الشرك وإن دعوا إلى الضلال بحجة أنهم لا يريدون الغيبة، وهكذا هؤلاء عندهم ورع كاذب، إما أن يكون سببه الجهل وإما أن يكون سببه أنهم لهم علاقة بهؤلاء الناس أو تعلق بهؤلاء الناس أو هم من طائفتهم أو من جماعتهم، يتعصبون لهم بالباطل. لأنه يا جماعة النصوص واضحة، حرمت الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن النصوص اللي حرمت الغيبة فيها نصوص قالت تغتاب فلانا وفلانا، تتكلم فيهم عديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني ما دخل. والرسول برضو يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم قال لهم ائذنوا له بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة دي مدح ولا ذم يا جماعة؟ ده ذم. وهل الرجل بيرضاه ولا ما بيرضاه؟ ما بيرضاه، لكن ده لمصلحة شرعية. فلما دخل وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهش في وجهه وتكلم معه كلاما حسنا، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ولما دخل عليك هششت في وجهي أو كلمة النحو؟ قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين هذا الحديث احتج به الإمام البخاري على غيبة أهل الفساد. زول نشر باطل بين الناس تحذر منه، لأنه لو زول يا جماعة في بيته براو دعا غير الله براو، ده تمشي له في بيته تناصحه براو، ما تجيب الميكروفون تتكلم فيه. لكن زول لو كتب كتاب قال ادعو غير الله ونشره بين الناس، نمش له براو نرد عليه والكتاب منتشر بين الناس؟ ولا لابد يرد عليه شنو؟ بين الناس. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام صرح فيها. في البخاري قال لأحدهم بئس خطيب القوم أنت، ده تعيين له. هنا ما قال ما بال أقوامي، في أحاديث بيقول ما بال أقوامي، لكن في أحاديث بخاطب المعين بشخصي. وحديث آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه الرجل الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الراوي فلما تولى الرجل، تولى يعني شنو؟ يعني الزول ده مشى، قال يخرج من ضئضي هذا، يعني اتكلم فيه وبعد مشى، قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية وفي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. تكلم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. شكاية العلماء صنفوا مصنفات في الجرح والتعديل، وده كل علم الحديث ده كثير منه يقولوا فلان كذاب، فلان لا يسمع له، فلان كذا وفلان كذا. وإنت لو دار تصلح وتنكر الناس اللي كتبوا الكتب ديل همش لهم، خليهم يشيلوا الكتب دي من السوق ومن من مواضع التصنيف ومن نشرها بين الناس، بعد يوقفوها. تاني لو تكلمنا فيهم الضلال اللي نشروه وقفوه، تاني إذا تكلمنا فيه نكون نحن ظلم. أما أن ينشروا الفساد بين الناس ف
فقد قامت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكلام فيهم وعلى تحذيرهم وبيان حالهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.